بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، طلاب المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي لمدارس اللغات، معكم المستر أحمد محمد النبوي. النهاردة هنراجع على منهج الترم الأولاني، هنعمل ريفيجن على منهج الترم الأولاني كله في الألجبرا وفي الجيومتري، وهنركز شوية على الإيه؟ على المسائل الاختيارية عشان نموذج الإيه الورقة الامتحانية اللي هو هيكون فيه أسئلة إيه؟ اختيارية. عندنا أول سؤال، نحل مع بعض كده زي ما احنا متعودين. أول سؤال بيقول لي if x بور 3 y بلس 3 ordered pair equal 1 وروت 4 ordered pair then x minus y equal k. يلا نحل مع بعض كده. يلا الاول هنا الفيرست هيساوي الفيرست والسكند هيساوي السكند. فيرست بروجكشن لو اكس بور 3 بيكوال 1، هنعمل لها كيوبيك روت يبقى اكس ايكوال 1 واي بلس 3 اللي هو السكند بروجكشن ايكوال بص في سكوير روت 4 اللي هي 2، يبقى الواي هتساوي 2 ماينس 3 يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 1. عايزين اكس ماينس واي يبقى 1 minus negative 1. ماشي كده؟ طبعا يبقى الاختيار اللي مظبوط هيكون ايه؟ 2. سؤال تاني على الكارتيزيان برودكت. if set x equal order set of element 3 set of element 3 then x power 2. طبعا x power 2 دي معناها x product x، فيبقى set 3 product set 3 هتساوي 9 ولا ordered pair 3 و 3 ولا set 9 ولا set of ordered pairs 3 and 3. سؤال سهل طبعا، طالما بتجاوب معايا. يلا الطلبة تجاوب، يا منا مجاوبة الأولانية صح 2، يلا منا جاوب التانية. ممكن تختار الاختيار A أو B أو C أو D بدل ما تكتبي الإجابة كلها. يلا يا منا. مايكل يلا جاوب اللي بعدها. نقعد بسرعة شوية. مريم فيكتور مختارة نمبر دي، برافو مريم. غيره؟ حد تاني مجاوب غير مريم فيكتور؟ من مختارة دي. ماشي تمام. طيب يلا السؤال اللي بعديه. طبعا هنا الاوردر بير ست اند سيت 3 اند 3 اوردر بير اللي هو سي اند 3 جوه سيت ده الايه الكارتيزيان برودكت. السؤال اللي بعده if x set x equal 5 6 7 then n x بار 2. يعني ايه n x بار 2 او n x سكوير؟ معناها النمبر اوف element اوف كارتيزيان برودكت x برودكت x النمبر اوف element اوف x برودكت x. ماشي دي سهل قوي. طبعا ان اكس هنا ب 3 يبقى ان اكس بار 2 هتساوي 3 ملتبلاي 3. لو جاني السؤال بالعكس، يعني لو هو قال لي
ان اكس بار 2 ايكوال 9، لما نختار ان اكس ما نعملش نيجاتيف ونبص في 9، لان هنا الان اوف اكس ده نمبر اوف اليمنت، فما يصحش يكون بالنيجاتيف، فبناخد الايه السكوير روت بالبوست بس. ده في النمبر اوف اليمنت اوف سيت في الكارتيزيان برودكت. ماشي كده؟ طيب the point negative 5 and 7 lies in the quadrant first, second, third, fourth. طب احنا عندنا الكوادرنت عشان لو حد ناسيها كده، دي first, second, third, fourth. هنا ال x وال y positive، هنا ال x negative وال y positive، ال x وال y third negative، هنا ال x positive وال y ايه negative. طبعا ده ال x axis وده ال ايه ال y axis، يبقى ال point ديت موجودة في final quadrant ال x negative وال y positive، تبقى موجودة فين؟ في ال second quadrant. ماشي كده؟ طيب سؤال تاني بيقول لي if the point 5 and b minus 5 is located on x axis then b equal k. لو رسمنا ال x axis وال y axis هنلاحظ حاجة مهمة أوي. إيه هي؟ إن أي بوينت على ال x axis أي بوينت على ال x axis بتبقى بتتكتب بالشكل كده x و 0، يعني ال y بتاعتها بتكون 0. يبقى معنى كده ان السكند بروجكشن ضروري يكون زيرو لو هي على الاكس اكس. هتقول لي طب لو هي على الواي اكسس، الواي اكسس بتبقى البوينت بتتكتب على شكل كده زيرو وواي. يلا كلنا نقول البي بكام بسرعه. منها جايب السؤال اللي قبلها صح 9 وبعدها فيكتور، منها البوينت اللي هي نيجاتيف 5 و7 هتبص تلاقيها في السكند كوادرنت، في الفورس بتبقى الاكس اللي هي الفيرست بروجكشن بتكون هي اللي بوزيتيف والواي نيجاتيف في الفورس. منها مجاوبه اللي بعدها صح 5 بي ايكوال 5. ماشي تمام. نرجع تاني للسؤال ده كده عشان نشوفه اهو. لازم ان نكون عارف كويس البوينت الموجودة في الفاينل كوادرنت والخواص بتاعت كل كوادرنت ايه. يعني الفيرست كوادرنت التو بروجكشنز بوزيتيف اللي هما الاكس والواي، في السكند بيبقى الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف، في الثيرد الاثنين نيجاتيف، في الفورس الاكس اللي هو الرقم الاولاني الفيرست بروجكشن بوزيتيف، والواي اللي هو السكند بروجكشن ايه نيجاتيف، يبقى دي اكيد في السكند. ماشي يا منى؟ دي كله جواب صح، اجابات ممتازه. طبعا اي بوينت على الاكس اكسس هتبقى الواي بتاعتها 0، يبقى بي ماينس 5 0 يبقى بي ايكوال 5. السؤال اللي بعديها ان ذا اوبزيت فيجر بريزنت ا فانكشن اون اكس اتس رينج ايكوال. الرينج هنا هو السكند بروجكشن او البوينت او النمبر اللي الاروز كلها داخل عليه. يعني انا لو كتبت الار هنلاقيها بي مع اي وسي مع اي واي مع اي، يبقى كلهم داخلين على مين؟ على ايه؟ يبقى السكند بروجكشن هو الاليمنت ايه، يبقى الرينج هو سيت اوف اليمنت ايه. ماشي كده؟ طبعا هنا الار الريليشن او الفانكشن لو حبيت نكتبها هتبقى ايه مع ايه وبي مع ايه وسي مع ايه. نلاحظ هنا السكند بروجكشن في كل الحالات هو الايه، السكند بروجكشن هو الرينج. ماشي كده؟
سؤال تاني على البولينوميال فانكشن، سؤال سهل بيقول لي ايه؟ The function f of x equal x minus 5 power 3 is a polynomial function of degree 0 degree, second degree, third degree, fourth degree. فالdegree بنعرفه ازاي؟ greatest power of its variables. يعني مثلا هل الفاريبل اكس في اكبر باور هيكون كام؟ لو عملنا انسبكشن للبراكت اكس ماينس 5 باور 3 هيكون اكبر باور هو الايه؟ الثيرد. طب ازاي ما نعرف الديجري لو في براكتس؟ يعني مثلا لو عندي اكس باور 2 واكس ماينس 1 اول باور 2، فممكن كده بعناية نشوفها، هنلاقي البراكت ده اكبر باور هيخرج منه هيكون اكس باور 2، وهنعمله ملتبل اكس باور 2، هيبقى الديجري بتاع الاكسبريشن ده ايه؟ الفورس مثلا. يعني لو عندي اكس ملتبلاي براكت اكس بلس 1، في بعض البراكتس ممكن يكون فكها سهل فنعرف نفكها، نعملها سمبليفاي وبعدين نجيب الايه؟ الديجري. يبقى اكس باور 2 بلس اكس، يبقى هنا ده السكند. وانا دايما الديجري بنجيبه بعد الفك، يعني بعد السمبليفاي، لان لو انا عملت سمبليفاي وفي حاجه اتحذفت يبقى ما تتحسبش في الديجري، مش كده؟ يعني دايما الديجري بنجيبه بعد الايه؟ بعد السمبليفاي. المفهومه ديت سهله. شوفوا كده الطلبة مجاوبها. مايكل حنا كان مختار نمبر سي. طب حد يقول لنا بقى مش هنجاوبها ديت. The function f of x equal x power 4 minus 2 x power 3 plus 5 is polynomial function of degree first ولا second ولا third ولا fourth؟ first ولا second ولا third ولا fourth؟ first second third fourth. يلا الإجابات. مريم فيكتور اختارت دي، ومايكل حنا اختار فورس، هي فورس برضو نمبر دي. مايكل برافو، مريم برافو، ومالنا فورس كده، احنا تمام فهمناها مية مية. يبقى هنا الإجابة بتاعت الإيه؟ السؤال هي فورس. طيب نيجي بقى على السؤال اللي بعديه، سؤال حسابي. طبعا الفانكشن ممكن يجي لنا فيها أسئلة حسابية كتير زي كده مثلا. يعني بيقول لي f of x equal x plus 3 then f of negative 2 equal إيه؟ بكل بساطة كده بنشيل الـ x ونحط مكانها الإيه؟ النمبر بس ونحسب. طبعا هنا ممكن يغير السؤال بمئة ألف طريقة، سواء كان يغير الفانكشن ديت أو النمبر ده. حط الـ x بـ negative 2، negative 2 plus 3 بيكوال إيه؟ 1. سهل أوي. لو حد مش فاهم حاجة يقول يا جماعة، يعني لو حد مش فاهم حاجة يسأل فيه. السؤال اللي بعديها حلوه انتوا بقى بسرعة.
f of x equal 5x minus 3 then f of 0 equal كام؟ برضو هنا substitute هنحط ال x بايه؟ ب 0. نحط ال x بايه؟ ب 0. يلا بسرعة نختار الإجابة بسرعة. ولا بعد؟ مايكل جاوب اللي قبلها ومريم فيكتور ومنا جاوبوها 1 و C ومايكل جاوب اللي بعدها نيجاتيف 3 ومريم فيكتور اختارت الإجابة نمبر D. ومنا نيجاتيف 3 كارمينا نيجاتيف 3 برضو برافو. طبعا هنا اسئله سهله ودي هتكون غالبيه اسئله الامتحان يعني مش هيكون فيها فكره جامده قوي تكون غالبيتها شكل كده. يبقى السؤال اللي قبله الاجابه نيجاتيف 3 صح. اف اوف 0 هتبقى 5 ملتبلاي 0 ايكوال 0 minus 3 equal negative 3. السؤال اللي بعده f of x equal x bar 2 minus root 2x then f of root 2 equal كام؟ فأنا هنحط مكان ال x root 2 هنا وهنا مكان ال x في الأولى ومكان ال x في الثانية هتبقى root 2 all bar 2 minus root 2 multiply root 2. طبيعي كده من غير تفكير ومن غير حساب اول ما نبص لها كده هنلاقي النمبر ده هو ده 2 minus 2 يبقى ايكوال ايه؟ 0 على 2. ماشي كده. السؤال بقى يعني اقوى شويه هو طبعا برضو substituting كل المسائل اللي بتبقى في الفانكشن اغلبها بتكون substituting بس المهم نعرف نحسب ازاي. السؤال بيقول لي if f of x equal 4x plus b و f of 3 equal 15 then b equal كام؟ فانا مكان ال x وحاطط كام؟ 3. يبقى هنحط انا مكان ال x كام؟ 3 يبقى 4 multiply 3 4 multiply 3 بلس بي ايكوالز 15. جبنا منين ال 15 ديت يا مستر؟ اهي الجيفن يعني. نبدا نحسب ونحسب البي ونشوف الاجابه بتاعت البي بكام. نحسب البي بسرعه ونبعت الاجابه بسرعه كل الطلبه. نحسب البي يلا. مايكل جاب البي 3 كارمينا 3 ومنا 3 ومرة فيكتور اخترت بي اللي هي نمبر سي برضه نمبر 3. ماشي تمام. ده عايز ان في 3 4 بس اللي بيجاوبوا كله بيجاوب يا جماعه عشان يعني ايه لما تجاوب هتلاقي نفسك بتفهم احسن وهتلاقي الحصة بالنسبة لك أفيد يعني. يبقى هنا الإجابة هي 3. طبعا بالسبستيتيوت عملنا 4 ملتبلاي 3 12 بلس بي إيكوال 15 يبقى البي إيكوال 3. سؤال مشابه لها بيقول لي if f of x equal kx plus 8 if
f of x equal kx plus 8 و f of 2 equal 0 زين k equal كام؟ زين k equal 864-4. فهي نفس الطريقة هنعمل substitute مكان ال x 2 ماشي كده؟ يبقى 2 multiply k plus 8 equal هنا الجيفن ايكوال كام؟ 0. طبعا هنا السؤال اللي فات كان ايكوال 15 وهنا ايكوال 0. هتقول لي هنعرف منين يا مستر بيبقى جيفن في السؤال؟ نبص في السؤال كويس ونقرا السؤال كويس هتلاقي السؤال سهل قوي. وبعدين نحسب الكي هتبقى 2 كي ايكوال نيجاتيف 8 ديفايد 2 هتبقى نيجاتيف 4. ماشي كده تمام. عندنا بقى فانكشن يعني مهم قوي اللي هي الكونستانت فانكشن. في f of x equal 2 دي بنسميها كونستانت فانكشن او 0 ديجري فانكشن. لو حد سألني قال لي هي 0 ديجري ليه؟ لان ما فيهاش سيمبلز، ما فيهاش اكس يعني. ماشي. فانا الكونستانت فانكشن لما نحط الاكس مكانه اي نمبر equal 2. هتقول لي طب افرض يا مستر اف اوف اكس جابها لنا في السؤال ايكوال 7، يبقى لما نحط الاكس باي نمبر يبقى الناتج 7 على طول. يبقى انا اف اوف 1 ايكوال 2، اف اوف نيجاتيف 1 ايكوال 2 برضه، لان هنا مفيش اكس. فمهما غيرت الاكس قيمه الفانكشن ثابته، الفاليو اوف فانكشن فيكسد او كونستنت اللي هي 2، حتى ساعات بيسموها كونستنت فانكشن يعني لو ما بتتغيرش خالص. ونعمل 2 بلس 2 ايكوال ايه؟ 4. لو هو قال لي مثلا اف اكس ايكوال 7، يبقى لما نحط الاكس باي نمبر اف اوف 0 ايكوال 7، اف اوف 4 ايكوال 7. طبعا الفانكشن هنا ممكن تتغير، يعني يجيب مساله ثانيه اف اوف اكس ايكوال 7 5 4 3 اي حاجه. يجي بقى السؤال ده حلو برضه، اف ذا كيرف اوف فانكشن اف where f of x equal x power 2 minus a بس through the point 1 و0، بس through the point 1 و0. طبعا ال 1 ديت مكان ال x وال 0 دي مكان ال y او اللي هي f of x. يبقى نعمل substitute مكان ال x 1 ومكان ال y 0 او مكان f of x 0، ونبدا نحسب ال a. نحط مكان ال x 1 ومكان ال y او ال f of x 0 ونحسب ال a. يلا اديكم فرصة كده نص دقيقة حسابها سهلة اوي. لا نحسب الأخيرة، أنا يعني كل الإجابات لسه القديمة ديت اللي هي كي كانت بنيجاتيف 4، اللي جايبين الكي بنيجاتيف 4 مايكل. عايزين بقى الإيه في السؤال ده؟ في حد بعت لي بس مش معرف اسمه إيه كاتب 1 مايكل حنا إجابة 0. راجع الإجابة مايكل، الإجابة مايكل مش زيرو. الإجابة هتحط مكان الإكس 1 ومكان الواي 0 أو مكان الإف أوف إكس 0، فالإيه مش هتطلع بزيرو. مريم فيكتور جابتها ب 1. تعال نبص على تاني كده عشان يعني ايه
ماشي يا نبيل، ابعت الإجابات يا نبيل، ابعت الإجابات. ماشي يا سهلة، كلهم سهلين إن شاء الله، بس يعني انشط في حل الإجابة عشان يعني تستفيد من الحصة. بص معايا مايكل، يعني إيه الأسئلة كلها هتكون سهلة في الامتحان، بس الأسئلة السهلة مش معناها إن أنا أتسرع في الإجابة، يعني معناها إن أنا أركز في الإجابة، عشان غالبا الطلبة الشاطرة جامد ممكن تغلط في الأسئلة السهلة جامد. ليه بقى؟ بيحلها بدون تركيز، هي مش محتاجة بقى مننا إن إحنا يعني إيه منركزش في الأسئلة السهلة. هنحط مكان الـ x دي 1، فـ 1 باور 2 إيكوال 1 ماينس A إيكوال f of x، فالـ f of x هي الـ y اللي هي جيفن بـ 0، يبقى 1 ماينس A إيكوال 0، يبقى الأكيد الـ A بـ A بكام؟ تودي الايه الناحية التانية بالبلس، يبقى هتبقى كام؟ 1. بس ايه صعبة؟ طيب السؤال اللي بعده، if 24x، اسف، if 24 و x و 6 و 3 are proportional quantities then x equal k. 24 و x و 6 و 3 are proportional، يبقى 24 over x، هنكتب ال proportional العادي بتاعنا، equal 6 over 3، وبعد كده نعمل كروس، كروس برضو العادي 24 multiply 3 over 6. طبعا ده بنسميه فيرست لانه ساعات بيجيبهم بالاسم، ده فيرست وده السكند وده الثيرد وده الفورس. هتقول لي ممكن يقول لي هات الفورس او الثيرد او السكند او الفيرست. اه طبعا، يعني ممكن يجيب مكان الاكس انا ميسنج بارت ويقول لي فايند ذا سكند بروبوشنال، يبقى هي فايند سكند بروبوشنال مكان الاكس. ماشي، طيب هنا السكند بروبوشنال ايكوال ايه؟ سهل قوي الحساب بتاعها 12، مش محتاج يعني شرح. ماشي كده. السؤال اللي بعديه، if a over b equal 5 over 3 then 3a multiply 3a over 5b، 3a over 5b، 3a over 5b، a over b 5 over 3 then 3a over 5b equal، يبقى معناها هنعمل 3 over 5 multiply 5 over 3. يطلع بكام؟ برضه بوان سهلة أوي. مثال برضو على خاص الـ proportional، if a over b equals c over d equals c 3 over 4. السؤال ده حلو قوي. then a plus c over b plus d equal كام؟ a plus c over b plus d. احنا فاكرين في الخاص بتاعت الـ proportional ايه هي؟ لو عملنا بلس للنومينيتورز والدينومينيتورز هيطلع لنا ريشيو equal each ratio، هيطلع لنا ratio equal ايه؟ each ratio، يبقى a plus b over b plus d equal كام؟ 3 over 4 7 over 4 3 over 7 9 over 16. يلا كل جواب اللي قبلها صح 12، ماشي يلا ديت بقى كام؟ رغد، برافو عليك يا رغد، يلا تشطر اللي بعدها. لما نعمل بلس للنومينيتورز مع بعض والدينومينيتورز مع بعض هيطلع لنا ريشيو بتساوي كام؟
مايكل برافو عليك. 3 اوفر 4 نفس الريشيو. لو عملنا بلس للنومينيتورز مع بعض والدينومينيتورز مع بعض هتلاقي نفس الريشيو اللي هي 3 اوفر 4. مش حد يجاوبها غير مايكل. أي حد يجاوب تاني غير مايكل؟ مش عارف الإجابة دي ببطء ولا منا مختارة نمبر A. برافو منا. نمبر A برضو هي 3 أوفر 4 منا إبراهيم. طيب واحد ممكن يسألني سؤال هيقول لي افرض يا مستر هو حولها لماينس، يعني عامل ايه ماينس ايه ماينس سي اوفر بي ماينس دي، هتطلع برضو نفس الاجابه. طب لو عملها مالتي بلاي وبلس او مالتي بلاي وماينس برضو هتطلع نفس النمبر. يعني لو عامل هنا 2a ماينس سي اوفر 2b ماينس دي، يعني كده زي ما تكون الريشيو الاولى عملها ملتبلاي 2 وماينس السكند ريشيو يطلع نفس الايه ايكوال اتش ريشيو 3 اوفر 4. لو عملها ماينس a ماينس c اوفر b ماينس d يطلع برضو 3 اوفر 4. دي من خواص الايه البروبوشنال. ماشي، يعني السؤال برضو انا ممكن يتغير ب 100000 شكل، بس طبعا الطالب اللي فاهم القانون او القاعده او الفكره هيحل اي سؤال ان شاء الله. سؤال تاني، if a over 2 equal b over 3 then b minus a over b plus a equal fifth third 2 over 5 3 over 5. طبعا هنا عندنا ال a، هنفترض ان h ratio equal m، يبقى a over 2 equal b over 3 equal m، يبقى ال a equal 2m وال b equal 3m، ونبدأ نحسب الايه الريشيو اللي هي مطالبه. هتقول لي طب وما عملناش زي اللي فاتت ليه؟ لان انا فوق ماينس وتحت بلس، فما عملش نفس الفكره اللي فاتت. الفكره اللي فاتت هي نعمل الاثنين ماينس الاثنين بلس. طب واحده ماينس واحده بلس بنجيب الايه ب2m والبي ب3m ونبدأ نعمل سبستيتيوتنج يطلع لي الاجابه على طول. يلا نختار كده، نبص عليها ونختار. سهله قوي برضه، دي فكره مهمه. في حد بعت الإجابة إيه؟ ياسين بيقول أجاوب إزاي مع حضرتك؟ ياسين أنت بعت لي على الشات أهوت، أنت تكتب على الشات الإجابات، يعني تختار الإجابة تقول A B C D أو تكتب النمبر، تكتب الرقم الإجابة يعني، وأحسن تكتب رقم الإجابة أسهل، هتكتب الحرف بتاعها بس. مايكل مختار فيفس، ومريم فيكتور مختارة إيه أهوت، تكتب إيه؟ ماشي بس. كارمينا مختارة نمبر ايه برضو، برافو. بس يطلع الاجابة 1 اوفر 5 اللي هي الاجابة نمبر ايه. يعني لو تعرف في الشات تكتب 1 اوفر 5 ماشي، تعرف تكتب ايه دي اسهل طبعا، هتكتب الحرف اللي هو بتاع الاجابه. وطبعا الافضل انت تجاوب عشان تبقى نشيط في الحصه وتستفيد من الحصه، كل ما بتكون نشيط كل ما تستفيد. اللي بعدها، if a over 12 equal b over 5 then a minus 2b over k then k equal then k equal.
انا برضو هنحلها الشبه اللي فاتت، هتبقى ال A equal 12 m وال B equal 5 m. نحط مكان ال A 12 minus 2B يعني minus 10، ونبدأ نشوف ال K بكام. تعالوا برضو السؤال ده جميل جدا، يلا نحسبها بسرعة، نحسب بسرعة عشان في أسئلة كتيرة. بنقعد مختارة ايه؟ سوري. الإجابة عندنا في مايكل مختار 2 ومريم فيكتور مختارة 2، تمام. سهلة اللي هي الإجابة رقم بي. اللي بعدها middle proportion between 3 and 27 is middle proportion بيساوي negative or positive root ال first multiply ال ايه؟ ال third. ال first multiply ال third. ال middle هيكون بينهم كده، هيبقى negative or positive 29 root 81 اللي هو 9. لو قال لي find the positive middle proportional يبقى نختار 9 بس، لو قال لي هات ال positive middle proportional نختار 9 بس، لو قال لي هات ال negative نختار ال negative 9 بس. طب ما حددش عن واحد فيهم، يبقى نختار ال negative or positive. If the number 9 if the number 9 is proportional mean between 3 and k find k. هنا ال 3 وال k ال 9 في النص ما بينهم. دي شبه السؤال اللي فات. فاحنا بنجيب ال k ازاي؟ بتبقى ال 9 باور 2 اللي هو الميدل باور 2 اوفر ال ايه؟ الفيرست اللي هو 3. هيطلع كام؟ شبه اللي قبلها بس هنا عطينا الميدل وعايز ال ايه؟ الثيرد اللي هو ال k. يبقى 9 باور 2 اوفر 3. بنرجعها كده عشان الطلبة تشوفها. K equal 9 باور 2 over 3 اللي هي الميدل باور 2 over الفيرست يدينا الثيرد. السؤال اللي بعديه بقى مهم. Which of the following relation represent inverse variation between the two variables x and y؟ هتقول لي هنعرف ازاي انها inverse relation. الانفرس ريليشن لها شكلين y equal m over x، طبعا الام دي constant او y varies مع 1 over x، او x y equal m. طبعا الام هنا في الحالة دي، والحالة دي الام بتكون constant يعني number، الام بتكون constant يعني number. كده واضحة خالص عنه اجابة x y equal 11، يبقى الإجابة نمبر إيه؟ دي. طبعاً دي دايركت ودي دايركت. ماشي كده؟ يبقى الإجابة إكس واي إيكوال كونستنت. لو جاب لي إجابة كده أو إجابة كده أو إجابة كده، التلاتة صح. وطبعاً مكان الإم بيكون فيه نمبر. If y varies directly as x and y equal 5 when x equal 3 then constant of proportional equal 10. فهنا ال constant of proportional احنا كنا قايلين له قانون ايام الشرح. ال y varies as x يبقى y equal mx يبقى ال m equal y over x. ادي ال y وادي ال x.
يبقى الإجابة واضحة y over x يبقى 5 over 3 مش محتاجة شرح. فهذا هيقول لي طب افرض مثلا بدلتها، لو بدلتها يبقى غلط، يعني لو عملت x over y تبقى غلط. ماشي. هسيبكم تحلوا السؤال ده. بيقول لي if y varies inversely with x and x equal root 3 when y equal 2 over root 3 يبقى زين constant of variation كام؟ طبعا هنا ال constant اللي هو ال m، هنا y varies inversely as x يعني y varies as 1 over x. يلا نحل بسرعة. السؤال y varies inversely with x and x equal root 3 when y equal 2 over root 3 then the constant of proportional equal كام؟ أنا السؤال الأخير ده مايكل ونور ومنة، برافو عليكم الثلاثة من يومنا صحت، ومايكل ومريم فيكتور كمان معاهم، مايكل ومريم فيكتور ونور ومنة، الإجابات كلها صحت. طبعا نعمل الـ m equal x y يبقى نعمل الـ two numbers multiply بعض root 3 multiply 2 over root 3 يطلع الناتج اللي هو الـ m equal 2. نبدأ نخش كده بقى في الـ statistics. أسئلة سهلة. The mean of values 2, 5, 6, 7. المين بنجيبه إزاي؟ سهل أوي. Sum of a number or sum of numbers over their number. Sum over a number. فنجيب السم بتاع الـ 2 والـ 5 والـ 6 والـ 7 divided by 4. واحد يقول لي فين الـ 4 دي يا مستر؟ اللي أنا عددهم 1 2 3 4. يبقى 2 plus 5 plus 6 plus 7 over 4. يبقى 20 over 4. وده ساعات كنا بنرمز له بالرمز ده اكس داش او الارثماتيك مين، يبقى ايكوال كام؟ 5. ماشي كده. الارثماتيك مين او المين او اكس داش بيساوي السم اوف نمبرز اوفر ذير نمبر. سؤال تاني على الرينج. الرينج ده عليه قانون تاني. الرينج ايكوال ايه؟ الجريتست فاليو ماينس السمولست فاليو. الجريتست ماينس السمولست. فانا عندي 2 13 12 16 14. فانا الجريتست فاليو 16 والسمولست فاليو 2 يبقى الاجابه 16 ماينس 2 14. يبقى الرينج تعريفه ايه؟ greatest value او maximum value minus the smallest value. خلي بالنا عشان الاسئله السهله ديت هنشيل سهل. انا بقول if summation x minus x dash power 2 equals 36 for a set of values whose number is 9 then sigma equal كام؟ طبعا سيجما هنا بترمز للستاندرد ديفيشن. سيجما هي الستاندرد ديفيشن، القانون بتاعها بيساوي سكوير روت سمشن اكس ماينس اكس داش بار 2 اوفر ان.
فانا سمشن اكس ماينس اكس داش بار 2 جيفن ب 36، والان اللي هو النمبر اوف فاليوز جيفن ب 9، وما ننساش علامة السكوير روت، يطلع روت الفور ايكوال 2. طبعا هنا الغلطة اللي الطلبة بتغلطها غلطة سهلة قوي، انه ساعات بينسى السكوير روت هنا، يعني ممكن يكتبه هنا وينساه هنا، وما ننساش السكوير روت في اي خطوة من الخطوات لغاية ما نجيب الناتج، لان هنا ممكن واحد بينسى الروت فيكتب فور فيختار الفور موجودة. ماشي، نحلوا بعض الأسئلة كده في الجيومتري، ثلاثة أربع أسئلة كده، والحصة الجاية إن شاء الله بنكملهم، والمستر محمد كده كده هيكمل معاكم بكرة. في الجيومتري بيقول لي in the opposite figure ABC is a triangle in which، طبعا في نموذج الورقة الامتحانية بتاعت نص السنة هيكون عندنا فيه أربع أسئلة الجبرة وأربع جيومتري. In the opposite figure ABC is right angle triangle at A، الـ A ب 90 والـ A ب 5 والـ B C 13، find tan B. tan B، فطبعا التان قانونها ايه؟ التان قانونها opposite over adjacent، فهنا الـ opposite بتاع الـ B اللي هو الـ A C not given، فهنجيب الأول A C بايثاغورس، هتبقى 13 بار 2 minus 5 بار 2 تبقى كام؟ 12. يبقى التان B equal كام؟ في عندنا إجابة 5 over 16، إجابة تانية 2.4، إجابة تالتة 16 over 5، والإجابة الرابعة 25 over 16. يلا نشوف التاني كده بسرعة. ماشي، يلا اللي بعدها. الناس كلها مجاوبة الأسئلة اللي قبلها صح. يلا ياسين مختار نمبر بي اللي هي 2.4، و كارمينا مختارة 2.4 ومعنا 2.4، برافو كله صح، لأن الإجابة المفروض تبقى 12 over 5 2.4. السؤال اللي بعده، بيقول لي انتر انجل اي بي سي اف ميجر انجل اي 85 ديجري وسان بي ايكوال كوزان بي، ده ميجر انجل سي ايكوال كام؟ طبعا ده سؤال حلو قوي في كتاب المدرسه. احنا عندنا قاعده بتقول لي ايه؟ لو الساين ايكوال الكوزاين يبقى السان بتاعهم 90، لو الساين ايكوال الكوزاين يعني الساين دي ايكوال الكوزاين، يبقى التو انجلز ذير سام ايكوال 90. هتقول لي ده هنا بي وهنا بي، يبقى بي بلس بي ايكوال 90، يبقى 2B equal 90، يبقى B equal 45 degree. طب هو أصلا مش عايز B، ده عايز C. فأنا عندي ترينجل اسمه ABC، measure angle A given ب 85 و measure angle B 45، طب أنا عندي 2 angles، الثيرد أنجل بنجيبها إزاي؟ 180 minus the sum of the 2 angles، 180 minus the sum of 2 angles اللي هم 85 بلس 45 يبقى 130، يبقى 180 minus 130 equal 50. أهم قاعدة هنا في السؤال ده هي
اللي لما يبقى الساين ايكوال الكوزاين يبقى السام اوف تو انجلز ايكوال 90. عم قاعده في السؤال ده ايه؟ لو الساين ايكوال الكوزاين يبقى السام اوف تو انجلز ايكوال 90 حتى لو هما نفس السيمبل. ماشي كده؟ سهلة بسيطة. ادي نفس السؤال. انا عندنا بقى السبيشال انجلز ساين 60 بلس كوزان 30 ماينس تان 60. برضو دي سؤال سهل حسابي، يعني هنحسبه. ساين 60 روت 3 اوفر 2، كوزان 30 برضو روت 3 اوفر 2 ماينس تان 60 روت 3. هنحسبها على ايه؟ روت 3 ماينس روت 3. روت 3 ماينس ايه؟ روت 3. سهل قوي. ممكن هنا لو انا مش فاكرهم او مش حافظهم نستخدم الاله الحاسبه. عندنا نظبط الاله الحاسبه على الديجري سيستم، يعني يبقى في النص في حرف الدي، ونكتب ساين 60 بلس كوزين 30 ماينس تان 60، هتطلع الاجابه على طول. طبعا لو انا عارفهم يكون احسن. يعني السؤال الثاني: x is measured of an acute angle and the sine x equal half then sin 2x بكام؟ فطبعا هنا هنجيب الاول الاكس. sin x equal half يبقى الاكس equal كام؟ هنعمل shift sin half. shift sin half، وطبعا لازم ناخد معانا في الامتحان الاله الحاسبه عشان نشتغل بيها، ما ننساش الاله الحاسبه. يعني هيبقى عندك في مسائل ممكن في الماس وممكن في الساينس، ممكن هتحتاجها في مادتين على الاقل. يبقى sin x equal half يبقى الـ x equal 30. هو عايز sin 2x يعني sin 60، لسه كاتبانها في السؤال اللي قبليها root 3 over 2. السؤال على نفس القاعدة اللي احنا كنا واخدينها من شوية، اللي هي ايه؟ بيقول لي sin 30 equal cosine theta. طبعا هنا السيتا ديت اللي هي الرمز ده او العلامه ديت، دي حرف من حروف اللغه اللاتينيه اللي بتستخدم في الماس والساينس عاديا. يعني دي حرف في اللغه اللاتينيه. طيب هتقولي طبعا جابها ازاي؟ نفس القاعده اللي انا لسه قايلها، اللي هي كانت قلنا دي مهمه قوي. لما تلاقي الساين بيساوي الكوزان يبقى مجموعهم كام؟ يبقى السام اوف تو انجلز ايكوال 90. يلا يبقى السيتا بكام على طول؟ يلا سهله قوي. تطلع الإجابة كام؟ لأن بعد سكستي كارمينا سكستي ونور سكستي ماشي. برافو عليكم. يبقى الإجابة هنا 60. طبعا الساين بتساوي كوزاين يبقى السام اوف تو انجلز ايكوال 90، يبقى السيتا ب 60. هنا سؤال تاني بيقول لي if كوزاين اكس ايكوال هاف، كوزاين اكس ايكوال هاف زي ميجر اكس ايكوال كام؟ كوزاين اكس ايكوال هاف، نعمل شيفت كوزاين هاف، شيفت كوزاين هاف يطلع الإجابة على طول. شيفت كوزاين هاف يطلع الإجابة على طول. كوزان x equal half find measure x.
يطلع الإجابة. يلا عم شفت كوزينها بسرعة. ثيموسي جاب الإجابة نمبر دي، وماريون فيكتور 60، ومنا ومنة الله إبراهيم 60. طيب في حد عايز نشرحها له كويس؟ بص معايا يا سين، انتبه لي كويس. لما يديك الساين أو الكوزاين أو التان بتاعت أي أنجل ممكن تحسبها بسهولة جدا. إيه هو؟ أنا عندي الساين أو الكوزاين أو التان، يعني واحدة من الثلاثة. فأنا عايز نجيب الأنجل، أنت عايز تجيب الأنجل اللي هي الإكس أو السيت على حسب بقى رموز السؤال. فأنا كوزاين اكس ايكوال هاف، انت محتاج تجيب الاكس، هتعمل شيفت كوزاين، شيفت كوزاين، هتلاقي الآلة حسب تكتب فيها الكلمة دي كده، وتيجي كاتب انت هاف، هيطلع لك الإجابة على طول 60. ضروري طبعا يكون معاك آلة حاسبة، يعني ضروري جدا ماشي، عشان ما تعطلش نفسك في الامتحان سواء في الماس او الساينس، لان ممكن في الساينس برضو يجي ايه يجي في الامتحان مسائل، فاكيد هتحتاج الاله الحاسبه. ان شاء الله في حصه بكره برضو مراجعه مع المستر محمد، والاسبوع الجاي برضو في مراجعه ريفيجن على الماس، ونتجدع كده الطلبه اللي معايا ما شاء الله كلهم شاطرين، وان شاء الله يبقى الامتحان بالنسبه لهم سهل في كل المحافظات. اشكر الطلاب على حسن الاستماع وحسن الإجابات، وأتمنى لهم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.